الآن أنتم تعلمون كيفية رسم هذا. لمن هذا؟ من طلبها؟ ليس أنا. وليس أنا؟ بالطبع ليس أنا. هذا غريب، ماذا في الداخل؟ هذا لي بالطبع، لقد تذكرت كل شيء. لا تكذبي، أنا طلبتها. لا، هذا لي، هذا صندوقي. إذن من طلبه؟ يا فتيات، لن نكتشف ذلك أبداً. توقفوا يا فتيات، من الأفضل حل كل شيء في تحدي مثير للاهتمام. لنبدأ. واو، أين نحن؟ التحدي في انتظاركم. سيتلقى أحدكم نافورة الشوكولاتة. سوف تذهب إلى الشخص الذي سيرسمها أفضل مع هذه الأقلام. لكن هناك شيء مهم للغاية، تحتاجون إلى رسمها بفمكم وليس يديكم. لديكم دقيقة فقط، ولقد بدأت. لابد لي من الفوز، لأنه لا يوجد أحد أكثر روعة مني. ماذا؟ سوف تخسري؟ لأنني أنا سأحصل على أفضل رسم. بينجو. لا يمكن أن يكون لديك نافورة شوكولاتة زرقاء. بالطبع لا، أنا سأفوز. على وعلى ذلك، لدي فكرة رائعة. لماذا أنفخ الطلاء إذا كان بإمكاني إزالة الغطاء؟ واو، لماذا لم أفكر في الأمر بنفسي؟ أحتاج إلى التجريب. أنا أسقط. هل جربتي؟ هل نجحتي؟ سوزي، ألا تخجلي؟ كان من الأفضل أن تساعدي صديقتك، لا أن تسخري مني. أحتاج إلى تعليمك درساً. ريشة بسيطة سوف تساعدني في ذلك. أتي. ماذا علي أن أفعل الآن؟ وكأنها بندورة حمراء أو شيء أسوأ. الآن بالتأكيد سوزي ستخسر. هل هذا مضحك؟ إذا سوف تخسري أيضاً. خذي هذا. هذا مرعب، لماذا؟ ميلا ستحصل على ما تستحقه أيضاً. لا لا، أرجوك لا. يا فتيات، انتهى الوقت. أظهر ما رسمته. جولي، ما هذه البقعة الحمراء؟ هل الطلاء انسكب؟ على ما يبدو على الوجه أيضاً. سوزي، لماذا لديك أيضاً كل شيء أحمر؟ حقاً، هل أكلتم جميعاً طماطم؟ مثل هذه الرسوم لا يمكن أن تفوز. لدى ميلا رسم متواضع، لكنه على الأقل بدون فوضى حمراء. ميلا، لقد فزتي. هاي، الآن هذا لي، الشوكولاتة اللذيذة. نريد أيضاً القليل من الشوكولاتة. وسوف نحصل عليها. كم هذا لذيذ؟ هذه الشوكولاتة لذيذة فعلاً. أنا سعيدة لأنني فزت. مهلاً، أين الشوكولاتة؟ حقاً، من تجرأ على شربه؟ كيف لا يخجل؟ لصوص؟ هذه المرة ستكون جائزتكم أصلية أكثر. انظروا إلى هذا الكلب الرائع. إن الجائزة ليست هو، ولكن هذه الفضلات التي تبقت منه. في هذه الجولة سيتعين عليكم الرسم مرة أخرى مع الفم، لذلك جربوا. لقد بدأ الوقت. أعتقد أنه لا يوجد شيء أسهل من رسم الفضلات. حسناً، لجعل الرسم أكثر موثوقية، أحتاج إلى إضافة الرائحة. حتى أنني أعرف كيف أفعل ذلك. ما هذه الرائحة؟ هل مات شخص ما هنا؟ أعتقد سيغمى علي. أوبس، لم أغسل ساقي منذ فترة طويلة. الرسم بالقدم أمر صعب، لكن الرسم مع المرفقين هو حل أكثر ملائمة. لكن لا مشكلة، لا يزال لدي مجموعة كاملة من الأقلام.
أوه لا، يبقى أنني الوحيدة التي أحاول. يا فتيات، توقفوا عن الرسم، حان الوقت لإظهار أعمالكم. حسناً، أنظر. ميلا، الفضلات بالطبع لا مشكلة بها، لكنني رأيت أفضل. هنا على سبيل المثال سوزي، هذا رائع. لكن لدى جولي فضلات لا بأس بها. من الواضح أنها تريد أن تخسر، فليكن هي من ستحصل على الفضلات الحقيقية. ماذا؟ لكنني كنت مريضة بسبب سوزي، لن آكل هذا الرعب. يجب عليك، هذه هي القواعد. يا له من كابوس، سوف أتخيل أن هذا مجرد شوكولاتة. هل أنت تأكلين حقاً الفضلات؟ لا، هذه حقاً شوكولاتة. يا فتيات، هل تريدون أيضاً التجريب؟ لا، شكراً. في هذه الجولة ستكون الجائزة السمكة، ذات الرائحة الكريهة وليست لذيذة على الإطلاق. حسناً، سوف ترسمون بالصلصات. يبدو لي أن الأمر ممتع وغير عادي، لذلك يمكنكم البدء، لقد بدأ الوقت. لم أرسم أبداً بالصلصات، آمل أن يكون جميل. كم يوجد؟ سيكون لدي اختيارات كبيرة. ولكن لماذا كل القمامة علي؟ أنا لست قمامة لك. حسناً، أعتقد أنه الوقت للبدء. هذا سيكون ألذ رسم رسمته على الإطلاق. سأبدأ مع الكاتشب. وأنا سأبدأ مع صلصة الجبن. إنه أصفر، لذلك هو أكثر ملائمة لهذه السمكة. لنبدأ. أوه، انتهت الصلصة بسرعة. أحتاج إلى العثور على بديل في أقرب وقت ممكن. يبدو أن هذا جيد جدا. يبدو أنني موهوبة. اللعنة، حتى سوزي لديها رسمات أفضل، يجب أن أسرع. بالضبط، لدي خمس أصابع، مما يعني خمس أصابع يمكن أن أرسم بها في نفس الوقت. رائحة هذه الصلصة لذيذة، لن يحدث شيء إذا جربت القليل منها. كم هي لذيذة؟ لا، هذا قليل، أريد أكثر. المزيد من الصلصات. ميلا، ما بك؟ هل تأكلين الصلصات؟ مع هذه العلبة انتهى الصوص لدي. ليس على رسومي، لقد خرب الرسم بشكل كامل. كم هذا لذيذ. اللعنة، أكلت كل الصلصات، الآن سأخسر بالتأكيد. حسناً، لقد انتهى الوقت، حان الوقت لمعرفة ماذا رسمتم. لدي طريقة واحدة فقط، أبدل الرسوم مع سوزي. أنا أنتظر. جولي، ماذا فعلتِ؟ لا يبدو مثل السمكة أبداً. ميلا، أرني ماذا رسمتِ؟ رائع، يبدو جيداً. حتى الآن هذا أفضل رسم. سوزي، لم تبذلي أي جهد، لذلك سأضطر إلى إعطائك هذه السمكة. أتمنى أن تحبي الأسماك النيئة. أنا؟ لكن هذا خداع. ها، سيتعين عليك أكل الأسماك النيئة. لن يكون نيئاً، سوف أطهيه. لدي أيضاً موقد. ماذا تفعلي؟ آسفة، أنا فقط لا أعرف كيفية استخدامه. يبدو أنني بحاجة إلى توجيهه إلى السمكة. انظروا، يا لها من سمكة لذيذة. أخيراً يمكنني تناول الغداء بشكل طبيعي. يا لها من لذاذة. يا فتيات، هذه المرة تنتظرون أحلى جائزة، هذه الرقيقة.
سيتعين عليكم رسم القطة على أنفسكم. من ينجح سيستقبل هذه الصغيرة. كما هو الحال دائماً لديكم دقيقة واحدة وقد بدأت للتو. أنا شخصياً أشبه القطط، لذلك لا يجب علي أن أرسم الكثير من التفاصيل. سوزي، أنت تبالغين في تقدير نفسك. الجميع يعرف أنني سأفوز. الأنف جاهز؟ تبقى فقط الشارب. لا أحد منع استخدام المرآة. لا أعرف كيف يمكنهم وضع المكياج بدونها، لكن الأمر أسهل معها. لقد انتهيت تقريبا. هذا جيد بالنسبة لي لأن مكياجي هو الأفضل. أوه، ميلا انظري، جولي تهوش. تستخدم المرآة ولا يمكنها فعل ذلك. علينا تلقينها درساً. أوافقك، أنا أعرف كيف أفعل ذلك. مهلاً، ماذا تفعلي؟ لماذا؟ الآن كل مكياجي سوف يمحى. الآن بالتأكيد سأخسر. حقاً أريد هذه الصغيرة. لدي فكرة كيف نستبعد منافسة أخرى. سوزي، لقد تركت بقعة عند أنفك، سأساعدك. حسناً، إذا لم يكن صعباً. بالطبع لا. الآن تبدين أفضل بكثير. قطة رائعة. شكراً جزيلاً، كنت أعرف دائماً أننا أصدقاء. حسناً، دعونا نقرر من سيحصل على هذه الصغيرة اللطيفة. جولي، لا يمكنني النظر إليك. سوزي، ماذا فعلت؟ نحن لا نلعب القراصنة. ماذا؟ قراصنة؟ أيتها الماكرة؟ لكن ميلا، بالمناسبة هذا لطيف جداً، وهذه الرقيقة ستكون صديقتك. هاي، سأحبك وأطعمك وألعبك. أولا، يبدو أن ميلا لديها حساسية من القطط. حسناً، لا مشكلة، سنتعامل مع القطة. أوه، ميلا حمراء تماماً، نحن بحاجة إلى الاتصال بالطبيب. كم أنت رقيقة. هل يمكنني أن أبدأ هذه المرة؟ نحن لا نمانع. واو، هل ترى هذا؟ حصلت على آيفون. يا له من رائع. هذا ليس سبباً للتفاخر. يجب أن تحسدوني جميعاً، لن يكون لديكم هذا الهاتف. أليكس، ابتعد عن إطار الصورة. حسناً أيدي، سأخذ الهاتف. يبدو أن هذا سيدوم لفترة طويلة. أعطوني إياه، يكفي. ماذا تفعلين يا ميلا؟ سأخذ الهاتف مرة أخرى الآن. لا تزعجني، أنا ألعب. في الواقع أريد أيضاً اللعب. أنا أيضاً. ماذا فعلتم؟ لقد أسقطتم الهاتف. أوبس، هذا محرج. ما خطبه يا أليكس؟ أخبرني. من الأفضل ألا تري. أوه لا، ليس هذا، لقد انكسر. آسف جولي، لم نقصد ذلك. دعونا لا نتشاجر، بل نرى ماذا لدي. أعتقد أنني سمعت صوتا غريبا. ما الذي يمكنني الحصول عليه؟ يبدو أنه يراوغني. لا أصدق عيني، إنه ضفدع. هل أنت جادة؟ مستحيل. أبعدوه عن رأسي. أنا آسف، لكنني لن ألمسه. أوه، يبدو أنني تخلصت منه. لا، لقد قفز علي. أوه، كم هو غروي ولزج. خذ. ماذا فعلت جولي؟ كنت أنا أبتلعه. أعتقد أنه لا يجب أن نخاف منه. انظر كم هو لطيف. ماذا لو كان أميراً مسحور؟ سأحاول تقبيل الضفدع لكسر التعويذة. حسناً، كيف؟ هل نجح؟ ميلا قبلت الضفدع. وماذا في ذلك؟ كان علي التحقق. ويجب أن أتحقق ماذا يوجد في خزنتي. هناك قبعة، لا أعرف ماذا أفعل بها. جربها وأنظر إذا كانت تليق بك. احذري، لقد قفز الضفدع مرة أخرى. انظري ماذا حدث له، يبدو أنه مصنوع من الشوكولاتة. هل هو شوكولاتة حقا؟ لذيذ.
كيف؟ لقد اكتشفنا كيف تعمل القبعة. وأنا أعرف بالفعل ماذا يجب أن أضع فيها. ماذا تفعلين يا جولي؟ لقد نجحت بالفعل، حولت الهاتف إلى شوكولاتة. فكرة عظيمة. كم هذا لذيذ؟ أنا بحاجة إلى تحويل شيء ما أيضاً، لكن ليس لدي أي شيء. انظري جولي، أصبح أليكس شوكولاتة. ماذا تفعلين ميلا؟ لماذا تحتاجي إلى أصبعه؟ قفي، ليس عليك أكلها. أنت على حق، لم أفكر. أعرف كيف أستعيد أليكس، سأزيل القبعة فقط. حان دوري لأكون الأول. يبدو أنني حصلت على ضيافة لذيذة. واو، مخفوق الشوكولاتة. هذا يبدو جيدا جدا، هل ستشارك؟ أحتاج أولا إلى فتحه. ماذا ستفعل بدوني؟ أنت بحاجة إلى لفه هكذا. شكرا لك. الآن سوف تشارك معي. بالطبع لا. كيف فكرت هكذا؟ سأشربه بنفسي. بالمناسبة لذيذ جدا. أنت بخيل، لكنني ساعدتك. حسنا، خذ هذا. ماذا فعلت يا جولي؟ سكبت كل ما لدي من الكوكتيل. لو أنك قمت بالمشاركة كان سيبقى لك. بارعة جدا. حان دور ميلا. لا أريد فتحه، هناك بالتأكيد شيئا لا طعم له. حسنا، سمكة كريهة الرائحة. أخبرتكم. ماذا أفعل بها؟ لا أستطيع أن أضعها في فمي. تناول الطعام بسرعة وإلا سنختنق. لكني لا أريد، أنا فقط من أجلكم مستعدة للقيام بذلك. كم هي سيئة، مرعب. لن أكل هذه السمكة مرة أخرى في حياتي. هيا انتهي قريبا. حسنا حسنا، أعتقد من الأفضل أكل كل السمكة. واو، كيف هذا ممكن؟ لم أكن أعتقد أن ميلا قادرة على شيء من هذا القبيل. لقد رميت الحسك في وجهي. لكن هذا كان مضحك. ليس صحيحا، افتحي الخزنة. هناك حلوى واحدة. وماذا أفعل معها؟ ربما علي أكلها وهذا كل شيء. لذيذة لكنها صغيرة جدا. حبة واحدة وجبة غريبة. أوافقك. ربما لا يجب أن نبحث عن تفسير. ما الذي يحدث؟ نعم، وجهك مغطى بالحلوى. ويدي أيضا. هذه الحلوى مذهلة. انظروا، بدلا من الحلويات القديمة تظهر حلويات جديدة. هل يمكنني تجربتها أيضا؟ مذهل، كم هي لذيذة. انظروا، أنا مغطى بالحلوى أيضا. رائع، كم أحبه. هل تريد يا ميلا؟ لا شكرا لك. هاي خزائن جديدة. أنا جاهزة لفتح خاصتي. واو، تحتوي على علبة نوتيلا بداخلها. بالضبط، وهي كبيرة. انتبهي أين ترمي القمامة جولي. كم هذا مؤلم. آسفة، لقد جعلتني نوتيلا غافلة جدا. فقط لا أستطيع الانتظار لتجربتها. انظروا إلى هذه الشوكولاتة، إنها متعة حقيقية. وأنا أيضاً أريد. مذهل، حصلت على القليل. شكراً. لا تجرؤ على الاقتراب من النوتيلا مرة أخرى يا أليكس، لن أعطيها لأي شخص. جولي، أنت متسخة. وماذا في ذلك؟ لا، يبدو أن يدي عالقة في الجرة. يبدو أن شخصاً ما يحتاج إلى مساعدة عاجلة. اسحب أليكس، لا أريد أن أمشي هكذا لبقية حياتي. أنا أسحب لكنني لا أنجح. ساعدوني، أنا أسقط. لكنك نفسك طلبت ذلك. واو، لدي علبة نوتيلا الآن. إذا كنتم تسألون عن حالتي فأنا بخير. بصراحة لم نسأل. لماذا أخذت النوتيلا خاصتي؟ كم هو لذيذ، لا يزال هنا. حان الوقت للفتح، ماذا يوجد في خزنتي؟ اجلبوا أقنعة الغاز على وجه السرعة، إنها جبنة زرقاء. لن نحتاج إلى أقنعة الغاز إذا أكلتها الآن. أعتقد أن ميلا بحاجة إلى مساعدة. في الواقع لا، لم أطلب المساعدة. أعتقد أننا نجحنا، لقد أكلت كل شيء تقريبا. كيف هذا ممكن؟ أنا ذاهبة للتقيؤ الآن، أنا بالكاد أستطيع التحمل.
من الجيد أن كل شيء سار على ما يرام، فقط خزنتي الغامضة بقيت. يبدو وكأنه ثقب أسود في الداخل. لا يهم ماذا يوجد في الخزنة، ما يهم هو كيفية التعامل معها. نتمنى لكم دائماً اتخاذ القرارات الصحيحة والخروج من أصعب المواقف. هذا كل شيء، إلى اللقاء.